السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات المدرسه النموذجيه ودرس جديد من دروس ماده الفيزياء للصف الثالث الثانوي درسنا لهذا اليوم هو ايجاد العلاقه بين جهد الايقاف الذي رمزنا له ب جي او وتردد الضوء الساقط. طبعا حتى نوجد العلاقه بين جهد الايقاف وتردد الضوء الساقط اجريت العديد طبعا من التجارب كما اثبتنا في الدروس الماضيه ايجاد العلاقه بين شده التيار وشده الضوء ايجاد العلاقه بين الطاقه الحركيه واللي هي شده اللي هي حركه الالكترونات او التيار الكهربائي. اليوم طبعا سنوضح العلاقه بين جهد الايقاف، هل هناك علاقه بين جهد الايقاف وتردد الضوء الساقط؟ طبعا معنا نرسم هذا المحور حتى نفهم الموضوع. نحن في البدايه قلنا علاقه شدة التيار ب الضوء الساقط عليها قلنا هنا يختلف باختلاف شدة الضوء الساقط عليها ولكي نوجد أو ما هي العوامل المؤثرة بلي شدة تيار الخلية الكهروضوية عددنا عدة عوامل وقلنا تتغير شدة تيار اللي هي الخلية الكهروضوية بلي تغير شدة الضوء تغير تردد الساقط على الخلية وكذلك نوع مادة المهبط وكذلك فرق الجهد بين الكاثود والآنود الآن نحن سنوضح هذه العملية بنفس التجربة باستخدام اللي هو نفس تجربة التي أجريناها في الدروس الماضية طبعا هنا هذه التجربة التي أخذناها معنا جيم ومعنا كاثود اللي سي معنا آنود ايه طبعا موجب سالب معنا موزع الجوت كما اخذنا معنا بطارية و هنا معنا اللي هي مقياس فولتيا معنا جلفانومتر اذا نستخدم نكس نفس التجربة حتى نثبت العلاقة هل هناك علاقة بين جهد الايقاف وتردد الضوء الساقط في هذه الحالة قلنا نثبت اللي هي عامل اللي طبعا احنا هنا ايش بنعمل؟ نثبت شدة الضوء سوف نثبت شدة الضوء وسنغير التردد سنغير التردد إذا الخطوة الأولى نثبت شدة الضوء وطبعا نغير من اف من التردد تردد الضوء الساقط كيف نغير من تردد الضوء الساقط طبعا هنا سنستخدم ترددات مختلفة لإسقاط الضوء على اللي هي مهبط أو عفوا اللي هي الأ... أيوة مهبط الخلية الكهروضوئية أو من اللي هي المهبط هذه التجربة التي أجريناها اللي هو على الكاثود يعني بنسقط هنا ترددات مختلفة على سطح الكاثود يعني ترددات مختلفة F1 F2 F3 ونثبت اللي هي شدة الاستضاءة وبقية العوامل التي ذكرناها اللي هي نوع مادة المهبط اللي هو الفرق الجهد بين الكاثود والآن سوف نثبته وكذلك سوف نثبت شدة الاستضاءة. الآن ماذا يحصل عندما نغير التردد؟ يعني ايش اللي يحصل هنا في هذه الحالة؟ هل هناك تغير لجهد الايقاف؟ هل سيتغير جهد الايقاف؟ هل سيثبت جهد الايقاف؟ طبعا هنا من خلال التجربه طبعا عند التغيير سنتحصل على عده خطوط يعني هنا التردد الاول سيعطي لي هذا الخط لو نلاحظ هذا اف1 اذا اسقطنا تردد معين على اللي هي سطح الكاثود وتحصلنا على ماذا على هذه الرسمه او على هذا الخط معنا طبعا هنا سوف يزداد التيار تدريجيا الى ان يصل الى نقطه معينه سميناها تيار التشبع التشبع. اذا اول خطوه نقريها نثبت شده الضوء نغير من تردد اللي هي الضوء الساقط على الكاثود او على المهبط في هذه الحاله نتحصل طبعا ناخذ القراءات ناخذ القراءات نتحصل على الخط الاول اللي هو التردد الاول سوف يزداد التيار تدريجيا الى ان يصل الى تيار التشبع مهما زدنا بعد ذلك من هذا التردد يظل التيار ثابتا. نغير تردد اخر نحضر تردد كيف نغير التردد؟ طبعا هنا سنستخدم اللي هي مرشحات لونيه يعني الوان معينه شفافه نسقط الضوء بواسطه هذه اللي هي الالوان الشفافه وبالتالي نتغير التردد يعني كل لون له تردد معين سنغير الألوان من خلال اللي هي ألواح شفافة تسقط الضوء من خلالها على اللي هو المهبط وبالتالي الآن إذا غيرنا الخط الثاني يعني غيرنا F2 الآن سقطنا F1 نغير F2 تردد جديد نتحصل على خط جديد بهذا الشكل طبعا هنا بنتحصل على ايش خط جديد بيطلع بتدريج نلاحظ عفوا ان شده التيار سوف تزداد ايضا تدريجيا الى ان تثبت الى ان تثبت بعد ذلك طبعا هذا اف 2 غيرنا الان تردد رقم 2 نغير تردد اخر تردد رقم 3 طبعا نغير الان نوع التردد نتحصل ايضا على نفس اللي هو الخط ولكن بتيار تشبع، لو نلاحظ نلاحظ هنا العلاقه هنا تاء شده التيار، ان شده التيار سوف تزداد تدريجيا الى ان تصل الى تيار يسمى تيار التشبع مهما زدنا من هذا التردد، وكذلك نلاحظ انه كلما غيرنا التردد الساقط على اللي هي المهبط نجد ان شدة التيار سوف تتغير. طبعا هنا سنجد الجهد سوف يتغير يختلف. يعني هذا الجهد الاول جيم او، نلاحظ انه التردد الاول اثر على الجهد. جيم او اثنين. طبعا هنا كله بالسالب. و جيم او ثلاثة. نلاحظ ان فرق الجهد في هذه الحالة سوف يتغير بتغير التردد الساقط على اللي هي المهبط او على الكاثود في هذه الحاله نجد العلاقه التاليه او نوضح من خلال هذه التجربه العلاقه التاليه ان الطاقه الحركيه العظمى للالكترونات للالكترونات ماذا تتعلق بتردد الضوء الساقط عليها اذا نعيد الطاقه الحركيه العظمى للالكترونات سوف تتعلق بإيش؟ بتردد الضوء الساقط على طبعا هذه الخلية، إذا نسجل هذه النقطة المهمة من خلال التجربة أن الطاقة العظمى لحركة الإلكترونات في هذه الحالة من خلال هذه التجربة تتعلق تتعلق بإف اي بتردد الضوء الساقط هذه طبعا ما توصلنا اليه من خلال النقطه الاولى طبعا نستنتج او نلاحظ ان جهد الايقاف ايضا ان جهد الايقاف لاحظوا يتغير بتغير ماذا؟ جهد الايقاف سوف يتغير بتغير التردد وبالتالي وبالتالي جهد الايقاف جهد الإيقاف سوف يتغير بتغير التردد للضوء الساقط عليه F تردد الضوء إذا من خلال هذه التجربة قلنا أن الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات سوف تتوقف على ماذا؟ على التردد وكذلك جهد الإيقاف اللي هو أطلقنا عليه جيم أو سوف يتغير بتغير التردد في هذه الحالة، إذا نستنتج نستنتج ماذا؟ أن الطاقة الحركية للإلكترونات تختلف باختلاف التردد، الاستنتاج الاستنتاج من خلال هذه التجربة ومن خلال الرسمة التي أمامنا نستنتج أن ماذا قلنا؟ أن الطاقة الحركية تختلف أن الطاقة أن الطاقة الحركية للإلكترونات طا حال إلكترون تختلف تختلف باختلاف التردد للضوء الساقط على اللي هي الخلية اختلاف التردد الضوء الساقط على الخلية اختلاف التردد f الساقط على الخلية طيب ملاحظة يجب أن نفهمها لكي تنبعث الإلكترونات من أسطح الفلزات هناك ملاحظة هامة لكي تنبعث الإلكترونات من أسطح الفلزات طبعا أنا لدي مثلا فلز سطح فلز بشكل عام هذا سطح فلز لكي تنبعث الإلكترونات إيه أو سالب من أسطح الفلزات يجب أن لا يقل تردد الضوء الساقط عن تردد معين يجب أن لا يقل تردد الضوء الساقط بهذا الشكل في معانا ضوء ساقط حتى تنبعث الالكترونات. طبعا معانا هنا اسمه اتش اللي عفوا تردد الضوء الساقط اف ضوء ساقط يجب ان لا يقل تردد الضوء الساقط عن تردد معين. لماذا لا يقل عن تردد معين؟ طبعا حتى تنبعث الالكترونات. اذا شرط من الشروط لكي تنبعث الالكترونات من اسطح الفليزات يجب ان لا يقل تردد الضوء الساقط على هذا الفلز عن تردد معين ويطلق عليه اسم التردد الحريق يطلق عليه اسم التردد الحري طبعا قلنا FO يجب ان تكون اكبر او تساوي تردد معين طبعا تردد الضوء الساقط يجب ان يكون اكبر او يساوي هذا التردد للضوء الساقط يجب ان يكون اكبر او يساوي تردد معين اطلق عليه اسم اف او او ما يسمى بالتردد الحرق او ما يسمى بالتردد الحرق الان نعرف التردد الحرق التردد الحرق ممكن نعطيه تعريف بالشكل التالي نقول هو أقل تردد أقل تردد يؤدي إلى انبعاث أو تحرر الإلكترونات من أسطح الفلزات إذا يجب أن نركز على هذه النقطة التردد الحرق المقصود به هو أقل تردد للضوء الساقط يعمل على تحرر الإلكترونات من أسطح الفلزات تعريف نقول هو أقل تردد للضوء الساقط يعمل على تحرر تحرر ماذا؟ الالكترونات من اسطح الفلزات طبعا اذا جانا سؤال عرف التردد الحرج نقول هو اقل تردد يسبب او يؤدي الى تحرر الالكترونات من اسطح الفلزات يعني الغرض من هذا اللي هو التردد انه اذا كان تردد الضوء الساقط على سطح الفلز يعني اذا كان تردده اقل لا يتم بعث الالكترونات يجب هناك شرط ان يكون اكبر او يساوي اللي هو تردد معين يعني يجب ان يكون اكبر او يساوي تردد معين وهذا التردد المعين اطلقنا عليه اسم التردد الحري طيب الان طبعا لكل فلز يا شباب او ابنائي وبنات الطلاب لكل فلز ماذا تردد معين خاص به او تردد حرق خاص به كل فلز يختلف تردده الحرج عن الفلز الاخر يعني انه مثلا فلز التنجستين يحتاج الى تردد معين حتى تنبعث منه الالكترونات كذلك اللي هي مثلا فلز اخر يحتاج الى تردد خاص به حتى تنبعث منه الالكترونات، إذا هناك حاجز يحجز اللي هو انبعاث الالكترونات من اسطح الفلزات وهذا الحاجز اللي سميناه بالتردد الحرق. ومن شروطه انه لكي تنبعث الالكترونات يجب ان لا تقل اللي هو تردد الضوء الذي يسقط على سطح الفلز عن تردد معين والذي يسبب في انبعاث الالكترونات واطلقنا عليه اسم التردد الحرج، إذا لكل فلز ممكن نسجل هذه الملاحظة لكل فلز ملاحظة مهمة لكل فلز قلنا ايش اف او ما المقصود ب او لكل فلز تردد اللي هو حرق خاص به اللي هو تردد حرق يجب ان لا يقل قلنا عن تردد معين تردد حرق يجب ان لا يقل عن تردد معين، لماذا؟ حد تردد معين، طبعا حتى تنبعث الإلكترونات، حتى تنبعث الإلكترونات من سطح الفلز، إذا هذه الملاحظة مهمة أنه كل فلز أو كل معدن له تردد حري لا يمكن أن تنبعث الإلكترونات من سطح هذا المعدن إلا بماذا قلنا؟ إلا بتردد معين أي نسقط عليه تردد معين أو ضوء معين سوف يؤدي إلى انبعاث الإلكترونات إذا كان أقل طبعا تردد الضوء الساقط أقل لا تنبعث إذا كان تردد الضوء الساقط أكبر أو يساوي فإنها سوف تنبعث ملاحظة أيضا أبنائي وبنات الطلاب طبعا عند سقوط الضوء على اسطح الفلزات تنبعث الالكترونات، طبعا خلال فتره زمنيه معينه، يعني مثلا تنبعث الالكترونات لحظة سقوط الضوء على الفلز، يعني تنبعث، ممكن هنا نضيفها هذه، تنبعث تن عفوا، تنبعث الالكترونات متى؟ لحظة سقوط الضوء عليها طبعا بتردد معين ولكن فتره او خلال فتره زمنيه لحظيه معينه، ما المقصود بهذه العباره؟ ما المقصود بهذه العباره؟ يعني الالكترونات لحظه سقوط الضوء عليها خلال فتره زمنيه معينه سوف تنبعث ولكن ملاحظه هامه جدا تنبعث ولكن تكون طاقه حركتها تساوي صفرا يعني تنتزع اثناء سقوط الـ 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 الضوء على سطح الفلز ولكن تكون طاقه الحركه تساوي صفرا يعني هنا مثلا هذا السطح مجرد سقوط الضوء تنبعث الايش الالكترونات السالبه ولكن الطاقه الحركيه لها تساوي صفرا لانها فقط تنتزع لكن تتوقف في هذه الحالة تعريف دالة الشغل أوميجا أو هي أقل طاقة لازمة لتحرر الإلكترونات من سطح المعدن حيث طاحا تساوي صفراً الاستنتاج: نستنتج ان شده التيار تختلف باختلاف ماده السطح. ابنائي وبناتي الطلاب ننتقل الى النقطه التاليه كما قلنا ما هي العلاقه بين الطاقه الحركيه العظمى للالكترونات المتحرره وتردد الضوء الساقط عليها، يعني هل هناك علاقة بين تردد الضوء والطاقة الحركية؟ طبعا من خلال إجراء التجربة السابقة نفس التجربة سوف نكررها ولكن هنا سوف نغير ماذا؟ التالي، طبعا معنا من خلال من التجربة يتضح لي أن هناك علاقة سوف نتحصل عليها بالشكل التالي. طبعا سناخذ رسمه بهذا الشكل حتى نوضح العلاقه معنا خط بهذا الشكل انا سوف احضر هنا لكي اثبت هذه العلاقه سوف نحضر ثلاثه معادن طبعا مختلفه او ثلاثه سطوح مختلفه حتى نوجد العلاقه سنغير الان نوع ماده اللي هي السطح سنلاحظ احضر معنا الخط الاول سنجد انه عباره عن ماذا؟ يعطي لي هذا الخط يعني بعد ان غيرنا اللي هي اسطح المعادن او نستخدم معادن مختلفه سنتحصل على هذه الخطوط اثنان طبعا هذا يمثل لي الجزء السالب الاسفل والاعلى يمثل لي الجزء الموجب لاحظوا هذا يمثل لي الجزء السالب طبعا انا اريد ان اوجد هنا العلاقه بين ماذا اللي هو نصف كاف عين تربيع اللي هي الطاقه الحركيه الالكترونات واللي هو طبعا معايا جيب اوشين، وايضا التردد، تردد الضوء الساقط، اريد ان اوجد العلاقه بين طاحه وتردد الضوء الساقط. عندما اغير اسطح المعادن مثلا معانا استخدم ثلاثه اللي هي معادن اللي هي مثلا انا باخذ الايش؟ السيزيوم والبوتاسيوم والتنجستين، سيزيوم، بوتاسيوم، وتنجستين، ثلاث سطوح اللي قلنا سيزيوم سي اس بوتاسيوم كي وطبعا معنا اللي هو التنجستين اوميجا اذا استخدمنا ثلاثه معادن مختلفه ماذا يحدث اللي هي الطاقه الحركيه والتردد وجد من خلال اجراء التجربه بشكل عام ان هناك علاقه لاحظوا خطيه علاقه ماذا خطيه بين ايش؟ بين الطاقة الحركية للإلكترونات وتردد الضوء الساقط، إذا استنتجوا بعد إجراء التجربة وإلى آخره أن هناك علاقة خطية علاقة يعني تنتج من التجربة معنا علاقة خطية بين الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات اللي هي نص كاف عين تربيع الإلكترونات، وتردد الضوء الساقط اللي هو اف، إذا أوجدوها علاقة خطية من خلال هذا المنحنى من خلال رسم المنحنى، لو نلاحظ أن هناك اختلاف يعني في التردد عندما يسقط يختلف اللي هي مثلاً الطاقة الحركية للالكترونات فنتحصل على ثلاثة خطوط مختلفة بالنسبة للجزء السفلي هذا يمثل لي اللي هو ما يطلق عليه اسم دالة الشغل الوظيفي سنوضح المقصود بدالة الشغل الوظيفي إذا كما قلنا إذا نظرنا إلى الجزء الأسفل يمثل لي هذا التقطع عن النقاط المتقطعة وهي ما سنعرفه بعد قليل اللي هي دالة الشغل الوظيفي طبعا قلنا لا يمكن للالكترونات ان تتحرر الا بتردد معين وكل فلز له تردد معين اذا من خلال هذه العلاقه التي امامنا من خلال هذا الرسم البياني طبعا يمكن ان نعبر عن العلاقه الخطيه بين اللي هي بين الطاقه الحركات الالكترونات المتحرره والطاقه العظمى للحركات المتحرره وتردد الضوء الساقط نعبر عنه عن بالعلاقه التاليه طبعا اللي هي علاقه رياضيه عباره عن نصف كاف ع تربيع يساوي ماذا يساوي معنا اللي هو اتش اف نوضح ناقص اوميجا او اتش اف اوميجا او من خلال هذه العلاقة الرياضية هي علاقة تعبر عن اللي هي العلاقة الخطية بين الطاقة الحركية للإلكترون وتردد الضوء الساقط ولكن هنا معنا W اللي هي ما يطلق عليها اسم دالة الشغل يطلق عليها اسم دالة دالة الشغل ما المقصود بدالة الشغل طبعا نحن تحدثنا وقلنا لكل فلز تردد حرق خاص به كذلك لكل فلز حاجز يحجز انبعاث الالكترونات الا بتردد معين هذا هو الحاجز اللي يسموه داله الشغل الوظيفي وهي اقل طاقه يمكن ان تحرر الالكترونات اقل طاقه يمكن ان تحرر الالكترونات طبعا هنا قلنا معنا السطح اللي هي سطح الفلز معنا هنا اللي هي سقوط اللي هي الاتش او التردد المعين او الضوء هناك طاقة تعمل على حجز الالكترونات من سطح المعدن هذه اللي هي W او ما يسموها دالة الشغل الوظيفي المقصود بها هي اقل طاقة يمكن ان تحرر الالكترونات اقل طاقة يمكن تحرر الالكترونات طبعا وتنبعث من اسطح الفلزات اذا ممكن نعطي تعريف الان ل اوميجا او او ما تسمى دالة الشغل دالة الشغل بين قوسين ممكن نفعلها هي طبعا اقل طاقة كما قلنا اقل طاقة ركزوا هنا اقل طاقة بالنسبة للتردد الحرق اقل تردد أقل تردد لكن هنا أقل طاقة يعني يحتاج الإلكترون ينبعث طاقة معينة تنتزعه أقل طاقة لتحرر الإلكترونات أو ممكن نقول لازمة لتحرر الإلكترونات عشان نوضحها أكثر أقل طاقة لازمة لتحرر الالكترونات من اسطح الفلزات من اسطح ماذا الفلزات يعني مثلا معنا هنا كما قلنا التنجستين يحتاج لكي نحرر الالكترون طاقه معينه هذه الطاقه اللي هي داله الشغل دبليو او او هي اقل طاقه تلزم لتحرير الالكترونات تبدا الالكترونات تتحرر معنا مثلا بوتاسيوم هناك دالات شغل لهذا المعدن اللي هي مثلا العنصر الثالث كما قلنا اللي هو بيتاسيوم ممكن نستخدم او سيزيوم السيزيوم والبوتاسيوم وكذلك اللي هي هذه اطلقنا عليها التنجستين طبعا لكل عنصر او لكل فلز داله شغل خاص به داله شغل خاص به حتى طبعا تنبعث الالكترونات منه وبالتالي اطلقنا عليه اسم داله الشغل الوظيفي او داله الشغل هي اقل طاقه لازمه لتحرر الالكترونات من اسطح الفلزات. الان ننتقل ابنائي وبنات الطلاب لاخذ اللي هو تطبيق او تمرين على هذا الموضوع. الان ابنائي بنات الطلاب طبعا سناخذ تمرين لما اخذناه في الموضوع السابق، طبعا هذا التمرين يتعلق هو بالطاقه العظمى لحركه الالكترونات، كيف نوجدها؟ وكيف نوجد داله الشغل والتردد الحري؟ اول خطوه كما قلنا او كما تعودنا نطلع على المساله مره ومرتين وثلاث حتى نحدد او نفهم المساله بشكل عام. بعد ذلك الخطوه التاليه كما تعودنا نستخرج المعطيات. طبعاً أنا معايا توابت لابد أن استخدمها شحنة الإلكترون واحد فاصل ستة في عشرة سالب تسعة عشر كولوم ومعنا تابت بلانك اللي هي ستة فاصل ستمية وخمسة في عشرة سالب أربعة طبعاً هذا بالنسبة لي ثابت بلانك. الآن المطلوب قال سقطت فوتونات فوتونات يعني ضوء. المقصود بفوتونات طو سقطت فوتونات ترددها اذا تردد الفوتونات اف تردد الفوتونات اف ستة في عشرة أس أربعة ستة في عشرة أس أربعة أو أس 14 هرتز طبعا التردد يقاس بالهيرتز على سطح معدني جهد الإيقاف جهد الإيقاف له طبعا عرفنا جهد الإيقاف جهد الإيقاف له يساوي كم؟ 45 من 100 طبعا فولت الجود يقاس بالفولت احسب المطلوب الان المطلوب احسب طاقه حركه الالكترون او الطاقه العظمى لحركه الالكترونات المنبعثه من سطح الفلس المطلوب طاحه العظمى المنبعثه من اين؟ من سطح الفلز نتيجة لسقوط الفوتونات طبعا هذه فوتونات ضوء تسقط ينبعث ماذا الكترونات ثانيا المطلوب داله الشغل لسطح المعدن اللي هي اوميجا او وعرفناها داله الشغل قلنا هي اقل طاقه تعمل على تحرير الالكترونات من سطح الفلز اقل طاقه تعمل على تحرير الالكترونات من سطح الفلز المطلوب الثالث ثلاثة التردد الحرق اف او اف اذا هذه اللي هي مفاتيح الحل وهذه المطالب ناتي الان الى ما نجد القانون لحل هذه المساله طبعا لايجاد الطاقه العظمى للالكترونات المبعثة معنا قانون من السابق اخذناه اللي هو طاء بما ان بما ان أنا ممكن نسجله طاعين طبعا تساوي الطاقة العظمى لحركة الإلكترونات ط تساوي ماذا جيم أو شين هذا قانون لحساب الطاقة العظمى لحركة الإلكترونات عين حركة الإلكترونات طاء عظمى لحركة ماذا الإلكترونات والذي يساوي نطبق الآن تطبيق مباشر تطبيق مباشر اللي هو نقول بما ان طاعين هنا اذا نعوض طاعين تساوي طاعين تساوي ماذا تساوي؟ جهد الايقاف جيم او كما اعطى هنا جهد الايقاف؟ 45 من 100 45 من مئة مضروبه في شحنة الإلكترون واحد فاصل ستة في عشرة سالب تسعة عشر من خلال عملية ضرب 45 من 100 في 1.6 في اللي هي في شحنة الإلكترون في 10 أس سالب 19 يطلع معانا القيمة عملية ضرب عادية 72 في 10 أس سالب 19 اللي هي جول بيكون معانا. إذن أوقدنا الطاقة العظمى لحركة الإلكترون هذا المطلوب رقم واحد. المطلوب رقم اثنين قال احسب اللي هي ماذا دالة الشغل لسطح المعدن اللي قلنا اللي هي الطاقة اللازمة لتحرير الالكترونات من سطح المعادن لكي اوجد طبعا اوميجا او معنا قانون بالشكل التالي اوميجا او اوميجا او قلنا ما ما اسمها دالة الشغل الوظيفي يساوي اتش اف اللي هو تردد اللي هو الفوتون الذي طبعا يسقط على السطح hf اف ناقصا ط للطاقة اللي هي الطاقه العظمى لحركه الالكترونات من خلال هذا القانون استطيع ان احسب داله الشغل الوظيفي او داله شغل السطح نعوض تعويض عادي طبعا يكون معنا بالشكل التالي اوميجا او اللي هو داله الشغل للسطح اوميجا او تساوي اف طبعا كم معانا الاف اللي هو التردد اف التردد معانا كم معطى هنا 6 في 10 اس 14 مضروبه في اتش اتش ثابت بلانك اللي هو الاتش موجوده معانا اللي هي 6.625 مضروبه في 10 اس سالب 34 ناقصا يبقى معنا الناقص الآن، ناقصًا ماذا؟ طاء عين العظمى الإلكترونات، كم طلعت الطاقة العظمى الإلكترونات؟ هذه، هذه القيمة، ناقصًا 72 من 100 مضروبة في 10 السالب 19 اللي هي من الجول، عملية ضرب عادية، عملية ضرب عادية، يعني نضرب الاتش في ثابت بلانك. وننقصهم من الطاقة العظمى التي طلعت معنا قيمتها 72 من 100 طبعا هنا نتحصل على قيمة معينة وهذه القيمة الآن بعد عملية إجراء القراءات الحسابية تطلع معنا 300 تقريبا و 3.255 في 10 أس 19 يعني 3.55 في 10 أس سالب 19 طبعا هنا معنا جول لانه دالة الشغل عبارة عن طاقة جول اذا استطعنا ان نحسب الان دالة الشغل للسطح هي قلنا الطاقة اللازمة لتحرير الالكترونات من اللي يسطح الملازم المعادن تساوي كم الطاقة اللازمة 3.55 من 100 مضروبة في 10 سالب 19 جول ننتقل الان الى المطلوب رقم ثلاثة كان طلب مني ايش الاف اللي هو اف معناها التردد الحرج لكي نحسب رقم ثلاثة التردد ثلاثة لحساب التردد الحرج اف معنا طبعا قانون لحساب التردد الحرج اللي هو نستخدم قانون التالي انا ممكن ادخل الان دالة الشغل الوظيفي وبالتالي اللي هو تردد الفوتون من خلال هذا القانون استطيع ان احسب اللي هي التردد آه الحريق. طبعا اوميجا او هذا ايش دالة الشغل الوظيفي ايش بتساوي ده اوميجا او اتش اف او اتش اف او انا طلب مني الان ايش هذه. اتش اف او هذا القانون بما ان طبعا انا باخذ اتش اللي هو التردد الحرق اف او في الطرف الايمن يبقى مع جانب المجهول ينزل في الأسفل والبقية بيكونوا في المقام عفوا في البسط نعوض تعويض عادي معانا دالة شغل السطح طلعت كم؟ ثلاثة فاصل خمسة وخمسين ثلاثة فاصل خمسة وخمسين على اتش اتش اللي هو عبارة عن ستة ثابت بلانك ستة ستمية وخمسة وعشرين مضروبة في عشرة أس سالب أربعة وثلاثين تطلع طبعا القيمة حقها بحدود اللي هو أربعة تقريبا فاصل تسعة إذا إف أو تساوي أربعة فاصل تسعة في عشرة أس كم أربعة عشر طبعا أنا بطلع هذا للطرف الآخر مع تغيير أو في إلى البسط من المقام إلى البسط مع تغيير اللي هي الإشارة بيطلع بالموجب في الأخير يطلع معانا ستة أو أربعة فاصل تسعة اللي هو في عشرة أس أربعة عشر إيش وحدة قياس التردد وحدتها اللي هو هيرتز وهو المطلوب إثباته رقم ثلاثة وبهذا أبنائي وبنات الطلاب نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته